السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على الكواليتي تشيك، وعملنا كواليتي تشيك عن طريق باكج اسمها ايه؟ كيو سيك ار، او ال ار كيو سي. ار كيو سي تمام، عملنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت والدنيا كانت تمام، واعتقد انه مفيش مشاكل معانا. قلنا ان احنا عملنا كواليتي تشيك، نبدا بقى ناخد اكشن على الداتا بتاعتنا. ناخد اكشن على الداتا بتاعتنا، واول اكشن بناخده على الداتا بتاعتنا هو الفلتر اند تريمينج للداتا اللي هي مش كويسه. طيب بعد ما عملنا الكواليتي تشيك، بعد كده هنعمل التريمينج او الفلتر للريدز اللي هي ما كانتش كويسه. طيب واحنا لما جينا نعمل كواليتي تشيك، ابتدينا نشوف انه في بعض الريدز عندها لو كواليتي، كواليتي بتاعتها قليله والسكور بتاع الكواليتي بتاعها قليله. طب ايه المشكله ان انا يبقى عندي ريدز الكواليتي بتاعتها قليله؟ يعني انا مش فاهم انت متضايق ليه يعني يا محمد، يعني ايه المشكله؟ حقيقه ان الريدز دي ممكن تسبب لي مشاكل كتيره جدا. من ضمن المشاكل دي هي انها تعمل لي نوت الاين وذ ريفرنس جينوم، ما تقدرش تعمل الاين بشكل كويس وذ ريفرنس جينوم. يعني ايه نوت الاين وذ ريفرنس جينوم؟ هتقول لي يعني ايه اصلا الاينمنت وذ ريفرنس جينوم؟ هقول لك ارجع للفيديوهات اللي انا عملت لها ريكومنديشن، هتلاقي فيديو اسمه تحليل بيانات الان جي اس الجزء الثاني، الجينوم المرجعي وتجميع الجينوم، هتلاقيني شارح هنا برضو يعني ايه الاينمنت وذ ريفرنس. بص الاينمنت وذ ريفرنس جينوم اللي هو ريد مابنج، افهم وبص على الفيديو دون وخلصه وافهم المصطلح دون وتعالى نرجع كمل معايا، انا مستنيك. في الحاله دي ان يبقى معايا لو كواليتي للداتا، هيبقى عامل لي نوت يعني ما يقدرش يعمل لي الاين وذ ريفرنس جينوم بشكل كويس. مش بس كده، ده عشان هو في بعض الاخطاء في البيس كولينج، عمليه البيس كولينج اللي المفروض برضو بتحصل في السيكونسر جوه دي، ممكن تعمل لي الاينمنت في اماكن غلط. يعني بدل ما يكون البوزيشن بتاع السيكونس دون المفروض يكون في الكروموسوم رقم واحد، لا هيخليه في الكروموسوم رقم اتنين مثلا، او يخليه الكروموسوم رقم واحد في مكان غير المكان اللي هو المفروض يكون موجود فيه. فدي كارثه، هيعمل لي الاينمنت غلط، هيحط لي حاجات مش في اماكنها. اذا موضوع ان انا اعمل كواليتي تشيك واشوف لو كواليتي واسكت، ده مستحيل، ده مستحيل. طيب احنا بنعمل ايه؟ يا اما بنرموف، يا اما بنرموف الريدز اللي هي مش كويسه، او نعمل تريمينج زي ما تقول ايه، تقطيع كده حته، فاهم؟ يا نروف يا تريمينج، فلتر او تريمينج. اوكي طيب احيانا المشاكل مش بتكون بس في الريدز، احيانا المشاكل بتكون في الادابترز، ان الادابترز يكون لسه موجوده. الادابترز مش المفروض ان هي تبقى موجوده كسيكونسز موجوده عندي في الداتا بتاعتي، الادابترز المفروض تتشال خالص. دي مش سيكونس تبعي اصلا، ده سيكونس انا كنت عامله عشان السيكونسر ياخد الريدز دي بشكل معين ويعمل لها سيكونسنج، فبالتالي انا محتاج برضو اشيل الادابترز، صح كده؟ طيب الكلام ده كله بيبدا ان هو يعلي لي من الكواليتي بتاعه الريدز بتاعتي، وبناء عليه انا بعد كده اقدر اشتغل على الداتا بتاعتي دي واعمل لها الاينمنت وذ ريفرنس جينوم واظبط الدنيا وما يبقاش عندي مشاكل خالص والدنيا تبقى تمام. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ احنا هنعمله النهارده ان احنا هنستخدم باكج عشان تعمل لها فلتر اند تريمينج للداتا بتاعتنا، اسمها كيو يو اي اس ار. اوكي الباكج دي هي اللي هتعمل لنا النهارده اللي احنا عايزينه. طبعا هقول له بايو سي مانجر انستول لاسم الباكج. اوكي وهبدا ان انا اجيب الداتا بتاعتي زي المره اللي فاتت من برضو الشورت ريد باكج. في باكج اسمها شورت ريد، فهتقول له لايبراري شورت ريد زي ما كنا عاملين المره اللي فاتت هنا كده، تمام؟ تقول له لايبراري شورت ريد وتنزل الداتا بتاعتنا من غير اي مشكله، تمام؟ اللي هي دي الداتا اللي احنا هننزلها. طيب بعد كده هبدا، مش انا هعمل فلتر اند تريم، يبقى هيبقى معايا داتا قبل وداتا بعد، صح كده؟ فانا هبدا اكريت فايلز للداتا اللي انا عملت لها فلتر اند تريمينج. فانا هعمل اللاين داون عشان يعمل لي ايه، بروسيست 1 بروسيست 2 دوت فاستا كيو. اوكي فانا هنا دي نقطه مهمه جدا ان انا اكريت فايل عشان احط فيه الاوت بوت اللي هيطلع من الفلتر و اند تريمينج. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ طيب الخطوه اللي بعد كده ايه بقى؟ انا خلاص كده دلوقتي قريت الداتا بتاعتي في في في
في variable اسمه FASTA queue files، عملت files احط فيها الاوت بتاعي اسمها اوت فايلز اللي هيطلع فيها الاوت بتاعي، لما يتبقى سوى ان انا اخد الاكشن اللي انا عايز اخده على الداتا. طب الكلام ده اعمله ازاي؟ هعمله عن طريق function اسمها pre-processed reads. pre-processed reads هي function اللي هتعمل لي اللي انا عايزه. واحده واحده بقى عشان دي هي الفانكشن بتاعت الحلقه، تمام؟ pre-processed reads ليها اكتر من input. اول حاجه بتديها الانبوت اللي هو الداتا بتاعتك اللي هو كان داون. ثانيا بتديها المكان اللي هي هتطلع فيه الاوتبوت بتاعك بعد الفلتر اند تريم اللي هو الاوت فايلز اللي انا كنت كريت هنا، صح كده؟ بسيطه خالص يعني، مفيش اي مشكله. طيب نبدا انا نشوف الحاجات اللي بعد كده. اول حاجه ان بيزز يساوي واحد. يعني ايه ان بيزز؟ لو انت رجعت للفيديوهات اللي انا عملت لك ريكومنديشن ليها هتلاقيني بقول لك انه في حاجه اسمها ان بيز. يعني ايه ان بيز؟ انه السيكوانسر لم يستطيع استدعاء القاعده. السيكوانسر لم يستطيع استدعاء القاعده، فبدل ما يديها اي او تي او سي او جي راح اديها ان. فانا هنا الان دي unknown، مش عارفين هي ايه. فانا قلت له انه اقصى حاجه، اقصى حاجه يعني لو انت في اي ريد عندها اكتر من ان امسحها. يعني لو الريد الواحده فيها ان لا لا امسح امسح شيل 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 مش عايز ده. حلو. واحد يقول لي هو محمد هو انت ليه متساهل قوي في شيلها؟ طب ما انا هشيلها يعني، افهمني، هو انا بشيل الدي ان ايه الاصلي؟ اسال نفسك سؤال كده. انا مش بشيل الدي ان ايه الاصلي، انا مش بشيل السيكونس بتاعي، انا بشيل ريد. يا جماعه نفرق ما بين السيكونس وما بين الريدز. الريد الوحشه في مكانها ريد حلوه، فانا بشيل الريد الوحشه والريد الحلوه بتفضل موجوده. فاوريدي انا ما بشيلش سيكونسز من الدي ان ايه، انا بشيل لو كواليتي ريدز. اللو كواليتي ريدز دي في مكانها هاي كواليتي ريد، فانا ما بشيلش سيكونسز. خليك حازم، خليك حازم، مفيش اي مشكله. يعني هنا انا بقول له اي ريد فيها اكتر من ان واحده شيلها. يا سلام، يعني لو فيها 2 ان اشيلها برضو؟ 3 شيل. طيب تالت حاجه اللي هو الترانكيتد اند بيزز. يعني ايه الترانكيتد اند بيزز دي؟ انا بقول له ايكوال 3. يعني ايه ايكوال 3؟ يعني شيل 3 بيزز اللي هي اي او تي او سي او جي من الاند ريدز. اشمعنى من الاند ريدز؟ لانه عاده نهايات القراءات الكواليتي بتاعتها ما بتبقاش كويسه. نهايات القراءات الكواليتي بتاعتها ما بتبقاش كويسه، فانا بقول له اعمل لي تريمينج ل 3 بيزز فروم ذا اند اوف ذا ريدز. يعني ريدز شيل منها 3 بيزز. ليه الكواليتي بتاعتها ما بتكونش كويسه عاده؟ طيب رقم 4 اللي باتر. انا عاده بيكون عندي حاجتين اللي باتر وار باترن، تمام؟ ال وار اللي هي الاماكن بتاعه اللي هو زي ما تقول فوق وتحت يمين وشمال، اوكي؟ لما انا بديله سيكونس معين بقول له شيل السيكونس ده من الريد. اذا كل ريد من ناحيه ال بتاعتها لو لقى السيكونس ده هيشيله. طب يا محمد هو ايه السيكونس ده اصلا؟ السيكونس ده عاده بيكون سيكونس لادابتر انت عامله، فبناء عليه انت عارف السيكونس بتاع الادابتر اللي انت عامله وعارف هو موجود في ال ولا موجود في الار. فانت بتقول له اي ريد من ناحيه ال لو لقيت فيها السيكونس ده شيله. ليه هشيله؟ لان ده عاده بيكون ادابتر،
ده بيكون باترن لادابتر معين انت حاطه في الداتا بتاعتك او موجود في الداتا بتاعتك. واحنا اتفقنا انه مش المفروض ان انا اعتمد ان الادابتر ضمن السيكونس. الادابتر هي اداه معينه انا بستخدمها اثناء السيكونسنج، مش اكتر من كده، مش محتاجها تاني. فاذا لازم اعمل تريمينج او اعمل فلتر او ريموف الادابترز، لان احنا من ضمن الحاجات اللي قلنا ان هي بتسبب لي مشاكل في الكواليتي بتاعتي هي الادابترز. الادابتر بتبقى موجوده في سايد اوف ريدز، يبقى لازم اخد بالي من دون اشيل الادابترز. فانا هنا اديت له باترن لادابتر معين، قلت له كل ما تلاقي اي حاجه فيها الادابتر ده شيلها. وبعد كده قلت له خد بالك في حاجه خمسه اسمها من لينس. من لينس يعني ايه؟ من لينس، من لينس ايكوال 40. قلت له اي قراءه اصغر من 40 شيلها. يعني لو في ريد 30 سيكونس لا شيلها، في ريد 20 سيكونس شيلها. 40 هنا مش كواليتي، 40 هنا نمبر اوف بيزز. نمبر اوف بيزز ليه انا قلت شيل القراءات دي؟ لانه عاده القراءات القصيره قوي مش مفيده نهائي 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 في الالاينمنت ويز ريفرنس جينوم نهائي. ما تخيل كده الجينوم فيه كام باترن ل 20 سيكونس شبه بعضها. الالاينمنت لما هتودي له للسيكونس او السيكونس دون عشان يعمل الالاينمنت هيلاقي 100 مكان، 100 مكان يروح له عشان يعمل الالاينمنت ويز. فانا الريدز القليله الصغيره دي لا 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 دي مشكله بالنسبه لي، كارثه، فاهمني؟ فانا هنا قلت له اقل من 40 شيل. انا هنهزر، احنا هنلعب هنا نجيب عيال صغيره تلعب معانا؟ 40 مين يا صديقي؟ لا انزل ال 40 ده شيلها، اقل من 40 ده شيله، اي حاجه فوقها انا ما عنديش مشكله. يتجمع كل دون، تقول عامل راننج ويقوم هو عامل ايرور كود نوت فايند فانكشن. ليه بقى؟ لان انا نسيت اعمل لايبراري كيو ار. تمام، الحمد لله الاذان بيأذن على اخر فانكشن في الحلقه، فهنقفل الحلقه ونروح نصلي. بري بروسيس ريدز هيرن ويقول لي كود نوت فايند فاست عشان انا ما رنيتش دول، انا نسيت ارن كل حاجه اصلا. اوكي، فهتقول له رن، ده هيرن عادي يعني، هيقول لي لا ليه يعني، اكيد مش هرخم على القهوه. بص بقى، قال لي خد بالك التوتال سيكونسز، تمام التوتال سيكونسز الماتش ادابتر رقم كذا، ويبدا يديني ايه زي تقرير كده للي هو عمله. تمام، تقدر تبص على التقرير دون، تمام، وتفهم منه اكتر وتعرف ان هو عمل لك كل اللي انت عايزه. دخل لك الانبوت الاوتبوت اهون، الان بيز واحد قال اكتر من ان، اي ريدز فيها اكتر من ان بيز واحد شيلها. شيل لي ثلاث بيزز من كل نهايات قراءات، تمام. شيل الباترن ده من ال من ال من منطقه ال في السيكونس. اي ريد اكتر اصغر من 40 شيلها لي، وبناء عليه طلع لك التقرير اللي قدامك دون، وبيقول لك شكرا، اتمنى تكون استفدت. الحلقه الجايه هناخد انذر ابروتش للفلتر اند تريم، ابروتش مختلف شويه عن الابروتش اللي احنا عملناه دلوقتي دون. تقابل الحلقه الجايه نكمل فيها الموضوع بتاع الفلتر اند تريمينج دون بابروتش تاني بشكل مختلف بداتا مختلفه، هتستفيد منه وهتلاقي كلام مختلف تماما عن اللي احنا قلناه المره دي. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه، وسلام عليكم.